هو الشوط الثاني عشر للحول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الانطلاق والمسار. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، من تتواجد جبارة بمقدمة الشوط ومن تقود المسيرة والمسيرة تسير خلف جبارة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يتولى عملية التدريب والتضمير والعناية التامة لهذا الشعار. انتقل إلى ثاني المراكز، ومن تتواجد في ثاني المراكز في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، من تأتي العفريت تعود الملكية لهجن الرياسة صالح بن سعيد بل عرج المري، من يتولى عملية التدريب والتضمير. الدور دور المركز الثالث، نذهب مباشرة إلى ثالث المراكز، ومن تتدخل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز، من تأتينا أرى هناك اللي الواعي لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في المتابعة والتضمير. انتقل إلى رابع المراكز، اللي في المركز الرابع مشاهدين الكرام التواجد في رابع المراكز في هذه اللحظات، تصل مشاهدين الكرام في المركز الرابع سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري في عملية التدريب والتضمير. خامس المراكز، من تصل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام بكل قوة تتسلل للمركز الخامس، أرى الخوار لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير. الدور دور المركز السادس، وراء القدوم من الماسية تعود الملكية لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير. انتقل إلى سابع المراكز، من تتواجد في سابع المراكز في هذه اللحظات دانا لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير. ثامن المراكز مشاهدينا الكرام، من تأتينا في ثامن المراكز في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، هناك منيعة تعود الملكية لهجن الرياسة سعيد بن دري الفلاحي من يتولى عملية التدريب والتضمير. أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، مع الانطلاق الأول، مع المسار الأول، ومع جبارة. جبارة هي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لجبارة اللي اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والتضمير. المركز الثاني العفريت لهجن الرياسة صالح بن سعيد بل عرج المري من يتولى عملية التضمير. الدور دور المركز الثالث، من تتواجد في ثالث المراكز في هذه اللحظات وتنطلق بكل قوة مشاهدين الكرام، أرى التواجد من ثالث المراكز في هذه اللحظات الواعي لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في المتابعة والتضمير. رابع المراكز، من تأتينا الواعية وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الكرام في رابع المراكز، أرى التواجد من الخوارة من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي مشاهدين الكرام في المتابعة والتضمير. خامس المراكز، من تأتينا في هذه اللحظات وتتسلل للمركز الخامس، أرى الماسي لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير. سابع المراكز مشاهدين الكرام، من تتواجد في سابع المراكز سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، أو المركز السادس هناك سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بن لاحق الهاجري في عملية التضمير. سابع المراكز، من تاتينا في سابع المراكز دانا من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير. أما المركز الثامن أرى منيعة من هجن الرياسة سعيد بن دري الفلاحي من يتولى عملية التضمير. أعود مع الصدارة، مع المقدمة، مع شوط الختام، شوط الوداع، لا بعده شوط في هذه الفترة، هو شوطنا الثاني عشر من سعيد الحظ مشاهدينا الكرام لشوط الختام ولشوط الوداع. الصدارة والمقدمة جبارة، جبارة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول منذ الانطلاق، وهي تسيطر بمقدمة الشوط وبالمركز الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتولى عملية التضمير. ولكن القدوم من الواعي تعود الملكية لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يتولى عملية التضمير. ثالث المراكز العفريت من هجن الرياسة صالح بن سعيد بن العاري المري من يتولى عملية التضمير. ورابع المراكز، من تأتي الخوارة من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي الظافر من يتواجد عبر هذا الشعار بعملية التدريب والعناية التامة. المركز الخامس قدوم من الماسية لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير. المركز السادس وصول من سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بن لاحق من عملية التضمير والأداء الطيب. المركز السابع وصول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، والمركز السابع من وصلت في هذه اللحظات الخوارة
الكره من هجن الرياسه، علي بن يميل الوهيبي في المتابعه والتضمير، ثامن المراكز منيعه من هجن الرياسه، سعيد بن دري الفلاحي في المتابعه والتضمير. اعود مع الصداره، اعود مع المقدمه، جباره في مقدمه الشوط، ولكن التغيير يبدو على صداره الشوط من الواعيه، الواعيه من غيرت الامور، تستلم المقدمه، تستلم الصداره بالمركز الاول، الكل بدا يتقدم، الكل بدا ينطلق مع شوط الختام، الكوكبه تشكل ثلاثيه على مقدمه الشوط، ولكن الواعيه، الواعيه من هجن الرياسه، احمد بن مطر بن مايد الخيلي، المركز الثاني الخواره من هجن الرياسه، علي بن يميل الوهيبي، تصل الماسيه في هذه اللحظات من هجن الرياسه الظافر علي بن يميل الوهيبي، من ياتينا بالخواره ومن ياتينا بدانه ومن ياتي بالماسيه، المركز الرابع اردت تواجد هناك من جباره من هجن الرياسه، وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، ولكن القدوم الاقوى في رابع المراكز جبار اللي اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان صادق فضل الامين في المتابعه والتضمير، تتقدم الى المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الخامس الوصول من سلهودي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطار بن لاحق الهاجري في عمليه التضمير، سادس المراكز دانا لهجن الرياسه علي بن يميل الوهيبي الظافر في المتابعه والتضمير، اعود مع المقدمه، اعود مع الواعيه، الواعيه على مقدمه الشوط، على المركز الاول، على الانطلاق الاول، على المسار الاول، 1200 متر، اذكر لمن يريد الذكرى بانه يفصلنا عن خط النهايه ويفصلنا عن الفوز والناموس، والواعيه تسيطر بالمقدمه، تسيطر بالمركز الاول من هجن الرياسه، احمد بن مطر بن مايد الخيلي من يتولى عملية التضمير ومن يرافق الشعار بالمركز الأول، ولكن القادم أحلى من تصل في هذه اللحظات الخوارة في ثاني المراكز لهجن الرياسة، علي بن يميل الوهيبي الظافر من يصل في ثاني المراكز، وأيضا قدوم من سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطار بن لاحق الهاجري وصلت في هذه اللحظات الماسية، والخطر من الماسية من هجن الرياسة، علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير، خامس المراكز قدوم من دان من هجن الرياسة، علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير، أعود مع الصدارة، أعود مع الواعية، الواعي مع المقدمة، شوط الختام، شوط الوداع، أين سيذهب في هذا المساء الجميل، في هذا الجو المميز، ومع هذا العروض المميزة، اللوحة تشكل أربعة مراكز في موقع واحد، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتقدم، ولكن الخوارة، الخوارة والواعية، الواعي مشاهدينا الكرام، الواعي والخوارة في صراع شديد ما بين المركز الأول وما بين الناموس والفوز والانتصار، الواعي من هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وأيضا هناك من تاتينا الخوارة من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي، وقدوم من سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطر بن لاحق الهاجري في عملية التدريب والتضمير، ولكن أعود مع الواعي، الواعي بالفعل واعية، واعي على مقدمة الشوط، على المركز الأول، على المسار الأول، على الفوز الأقرب للناموس، الأقرب للانتصار مع شوط الختام، الواعي والخوارة، الواعية، الواعي والخوارة، ولكن الواعية، الواعية غادرت، غادرت، انطلقت، انطلقت الفوز، انطلقت الناموس، مشكور يا أحمد يا بن مطر، يا بن مايد الخيل، تهنينا لهجن الرياسة، المركز الثاني الخوار لهجن الرياسة، المركز الثالث سلهودي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع الماسي لهجن الرياسة، خامس المراكز دانا لهجن الرياسة، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، التهاني تتوالى مشاهدينا الكرام لهجن الرياسة بمناسبة فوز الواعي وحصولها بالمركز الأول، هاي أمامكم أثناء انتزاعها بالمركز الأول مع شوط الختام ومع شوط الوداع في هذا المساء، استطاعت أن تحرز ناموسي هذا الشوط، قاطعة المسافة في زمن وقدره 9 دقائق 55 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيل المركز الثاني، الخوارة قدمت عرض رائع ممتاز، الله يقول الحق، تهاني لهجن الرياسة، قطعت المسافة في زمن وقدره 9 دقائق 55 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، تهانينا للظافر علي بن يميل الوهيبي، أما المركز الثالث سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، تهانينا للمطار بن لاحق الهاجري، قطعت المسافة في زمن وقدره 9 دقائق 58 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للفائزين جميعا في هذا الأشواط وفي هذه اللحظات، حل الكلمة والميكروفون.